اسمي سائد عروري، مخرج فيلم نكسة روح. فيلم نكسة روح بيحكي عن قصة عائلة فلسطينية بترجع على فلسطين بعد زوال الاحتلال. بتصير بعض الأحداث البسيطة داخل البيت، نستحضر بعض الذكريات في هذاك الوقت. فيلم نكسة روح شارك بأكثر من مهرجان، 13 مهرجان حول العالم، حصل على جائزتين من الهند ونيجيريا، وترشح للنهائيات بأربع مهرجانات، ومشارك بالأردن كمان، يعني رقم الأردن رقم 13. فالحمد لله يعني اكتسب صيت لطيف بفضل الله، وبشكر كل طبعا زملائي والأساتذة بالSE بالكلية إنه إحنا قدرنا من خلال هذا الفيلم نوصل للعالمية الحمد لله، وهذا إنجاز فخر إلي أنا شخصيا. لورا، نتالي، أحمد سيف، أحمد شورى، كل الشباب، محمد شرايعة، فاطمة، كلهم يعني جسا سحدها، بس كلياتهم فعلا أبدعوا بهذا الفيلم. وبشكر طبعا إسحاق ونبال ومنذر، وأكثر واحد بشكر رفقي عساف لأنه فعلا ساعدنا بأنه نبكل هاي الثيم الحلو للفيلم. فأول فيلم حنادي على نكسة روح للسائق العروري. شعوري بمشاركة مهرجان كرامة كثير حلو، لأنه هاي تعتبر فرصة إلنا إحنا كمخرجين أردنيين إنه جمهورنا الأردني يشوف الأفلام بقاعات العروض هون، وبصير بيننا وبينهم احتكاك مباشر بحيث إنه نعرف منهم إيش انطباعهم عن الفيلم، حتى إحنا تكون كمان إلنا فرصة بالمستقبل نطور حالنا ونزيد من إبداعنا إلى الأمام إن شاء الله.